فرحان يحاول بو عليا إلى سلام الذي أسعد الجماهير الحاضرة هنا فوق مدرجات ملعب 5 جويلية، وبالتالي أسعد وأفرح الجماهير المتابعة لهذه المباراة تاك نوتي. والبطاقة الصفراء طبعا للقائد سويان بالرأس بقوة كبيرة، توغل داخل منطقة العمليات، ما لم يأتي بالطريقة السهلة والممتعة جاء بالقوة وبرأسية صعبة وخطيرة من سويات بكل قوة يسكن الكرة في الشباك، تهتز الشباك وبالتالي البطاقة الصفراء بعد نزعه للقميص. لا عليك،